أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك نهار أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دوميند، وذلك بحضور المستشار السياسي للرئيس الوزراء الأستاذ ياسر عرمان ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي الأستاذ عائشة البرير. وأوضح المبعوث الفرنسي في تصريح صحفي أن زيارته للسودان تأتي للتعبير عن دعم فرنسا للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، مبينا أن اللقاء تداول حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لهذا الانتقال المهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم ومع شركائهم من أصدقاء السودان قد عبروا بكل وضوح عن هذا الموقف الداعم. يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الهلال يوم 3 أكتوبر المقبل برنامج الاستعدادات لمجابهة الاستحقاق الإفريقي المهم الذي ينتظر الفريق، بداية من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري لحساب الدوري الأول من مسابقة الأبطال. وبحسب ما قرر الطاقم الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمزينيو، فإن الهلال سيبدأ التحضيرات وفق حصص تدريبية مكثفة على ملعبه بأمدرمان. هذا وكانت الإدارة الفنية للفريق قد منحت اللاعبين راحة سلبية عن التدريبات بنهاية الدوري الممتاز الذي أسدل عليه الستار بمباراة الديربي بين الغريمين الهلال والمريخ، والتي جرت أحداثها يوم الأحد المنصرم وحسمها الأزرق لمصلحته بهدفين لهدف وحيد. أعرب رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني هشام الصباط عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز للمرة 26 في تاريخه. وقال الصباط عبر صفحته على فيسبوك: مليار مبروك لأبناء اللاعبين والطاقم الفني ودائرة الكرة وكل من كان له دور في هذه الفرحة. وأضاف قائلا: أفضل ختام للدوري التتويج باللقب الغالي ونشوة الفرح التي شاهدناها في وجوه جماهيرنا الوفية. من جانبه تقدم البرتغالي ريكاردو فورمزينيو المدير الفني للهلال بالشكر لابن جلدته وصديقه المدرب العالمي جوزيه مورينيو الذي يقود حاليا نادي روما الإيطالي. وأهدى فورمزينيو الذي كان يتحدث لفضائية الهلال إثر التتويج بالدوري الممتاز اللقب لمورينيو، فضلا عن المستشار التركي آل الشيخ أو المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي. وكان فورمزينيو قد كشف في وقت سابق أن مورينيو هو من حفزه على خوض تجربة التدريب في السودان، علما بأن فورمزينيو سبق وعمل مساعدا للمدرب مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين. استدعى الفرنسي هوبر فيلود المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول قائمة من 23 لاعبا لمواجهة غينيا كونكراي لحساب الجولتين 3 والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، حيث يلتقي منتخبنا الأول نظيره الغيني يوم 6 و9 أكتوبر تواليا بمدينة أكادير المغربية. هذا وكان لافتا أن القائمة شهدت استبعاد متوسط الميدان شرف شيبوب الذي كان حاضرا رفقة المنتخب في الجولتين الماضيتين، فيما شهدت القائمة عودة المهاجم سيف تيري المحترف بصفوف فاركو المصري والذي تجاوز لتوه إصابة مؤثرة. هذا وتلقى لاعبو المنتخب الوطني الأول والجهازين الإداري والفني ظهر أمس الاثنين بأكاديمية تقنة كرة القدم بالخرطوم 2 لقاح كورونا ضمن ترتيبات للمشاركة في كأس العرب المقامة في قطر 30 نوفمبر للعام 2021. هذا ويتقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بالشكر للمستشفى الدولي ببحري والإدارة العامة للرعاية الصحية بمحلية الخرطوم برنامج التحصين الموسع على الاستجابة السريعة لطلب الاتحاد لحصول لاعبي المنتخب الوطني الأول والجهازين الإداري والفني على لقاح كورونا. في إطار التواصل المستمر بين الاتحاد السوداني لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي الذي بدأ عبر اجتماع
على الاتصال عن بعد في 7 من يوليو للعام 2021. اتفق الطرفان على بناء شراكة حقيقية لتطوير عدة أقسام وفتح أكاديميات للأندية الإنجليزية في السودان، والعمل على توفير رعاة وداعمين رسميين للاتحاد السوداني والدوريات والبطولات السودانية والمباريات الودية للشباب والناشئين والمنتخبات السودانية. وتم الاتفاق على البدء الفوري في كرة القدم النسائية والقاعدة الشعبية لكرة القدم. ووفقا للاتفاقية سوف تكون هناك محاضرات بداية من الأول من أكتوبر بإشراف خبراء من الاتحاد الإنجليزي لمنسوبي الاتحاد وكرة القدم النسائية والإدارة الفنية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا الكرام، دائما أشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة مجددة لزميلة دعاء لتكملة ما تبقى من هذه الحلقة، وكل الأمنيات لك دعاء ليوم مميز وسعيد، ولمشاهديك الكرام تفضلي.